بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رئيس الجلسة، إخواني زملائي أخواتي النائبات، قبل يومين أحد أعضاء مجلس النواب اللي هو مثنى السامرائي طلع على الإعلام واتهم محافظة عزيزة كريمة ضحت بالغالي والنفيس في سبيل هذا، في سبيل أن تحمي أرض هذا الوطن، وضحت بالدماء الشهداء الغالية الزكية. ظهر النائب مثنى السامرائي وتكلم واتهم هذه المحافظة العزيزة اللي هي محافظة الأنبار بأنها مصدر للإرهاب، وأن هذه المحافظة هي ينطلق منها الإرهاب. اليوم احنا كأعضاء مجلس نواب عن هذه المحافظة وزملائي في تحالف تقدم يعترضون على هذا التصريح بأشد الاعتراض، ونطلب من الأخ الرئيس وزملائنا وأخواتنا النائبات بتشكيل لجنة تحقيقية بحق النائب مثنى السامرائي. وإذا شكلت اللجنة ومضى هذا الأمر، سيادة الرئيس أن نكون صريح وياك واضح حتى باكر من يصير أي إشكال ما يصير اللوم علينا، إذا شكلت لجنة وبحق النائب مثنى السامرائي وإنصاف هذه المحافظة وتقديم بيان مكتوب من قبل النائب مثنى السامرائي بالاعتذار لأهل هذه المحافظة ولشهداء هذه المحافظة والدماء الزكية التي ضحت أبناء هذه المحافظة، وإلا سيكون لنا موقف ثاني في مجلس النواب بحق مثنى السامرائي. شكرا سيدنا. تفضل لجنة العمل الدفاع. يمي. حاضر. هذا واجبنا. الإساءة سيدي ناب، الإساءة احنا ما نقبل بأي إساءة إلى أي سيدي ناب، احنا ما نقبل بأي إساءة لأي أحد ولأي محافظة من محافظاتنا. إن شاء الله سيتم إجراء اللازم بما يرضيكم. نعم. إن شاء الله. واضح سيدي النائب. أحسن بارك الله بك. إن شاء الله سيتم إجراء اللازم.